السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا اللقاء هذا غنهضر لكم على واحد المكمل غذائي مهم جدا، وهو ملتي فيتامين اللي سميتو بلاتينيوم. فهاد هذا الملتي فيتامين هو صنع بأمريكا، ماد ان يو اس اي، مهم بزاف ومن من المكملات الغذائية اللي أنا تتعجبني بزاف، لأنه تيجمع بزاف ديال المنافع في هذا في ان برودوي. فالاحتياجات اليومية من الفيتامينات اللي تنحتاجوها، الاحتياجات اليومية من الفيتامينات والأملاح المعدنية وغيرها من الأشياء اللي تنحتاجوها في اليوم ديالنا موجودة في هذا الملتي فيتامين هذا اللي هو بلاتينيوم الأمريكي. فكذلك من غير الفيتامينات اليومية اللي تنحتاجو، تنقدروا نوجدوا فيه معادن أيضا، عدة معادن، وتنوجدوا فيه كذلك عدة أحماض أمينية التي تحارب التعب وتزيد من إنتاج الطاقة في الجسم ديالنا. كذلك تنقدروا أننا نوجدوا به أنزيمات الهضم اللي هي تنفع الصحة ديالنا بشكل كبير جدا. أيضا تتوفر على أملاح معدنية اللي تحتاجها الجسم ديالنا. و فهاد الملتي فيتامين تعطينا واحد التوازن في الجسم ديالنا اللي تيخلينا متوازنين من ناحيه هذا الصحه العامه، وكذلك تيعطينا توازن في الهرمونات ديالنا. وهو من بين المنتجات اللي انا تنشكرها بزاف وغنوريه لكم عن قرب. ملتي فيتامين وهذا بلاتينيوم، فتنظن انه جمع بزاف ديال هذه الاشياء اللي هي مهمه. فعندي بعض المكملات الغذائيه اللي هي ملتي فيتامين، ولكن تلقاو فيها غير فيتامين يعني دو جروب بي، تلقاو دوطخ فيتامين، ولكن باش تلقى دي ملتي فيتامين اللي تيكونوا جامعين الاملاح المعدنيه والانزيمات والاحماض الامينيه وتديروا توازنات هرمونيه وبزاف المسائل، فكاينه في هذا اللي نتمنى انكم تكونوا تعرفتوا عليه. وهو راه منتوج يعني مصرح من وزارة الصحة المغربية وداخل بطريقة قانونية، ونتمنى انني ما كنتش طولت عليكم. والسلام عليكم.